يلا صيفطي ميساج لماما قول لها غتباتي عاد صاحبتك. انا ما غنباتش عند صاحبتي، غنبات في الدار، جيت غير نشوفك ونرجع. عرفت اقول لها هكاك مالك تخافي من امك؟ راه كبرتي زعما. ما كنخافش من امي يا يوسف، كنحترمها، كنقول لها داكشي اللي كاين، ما كنكذبش عليها. وهاك دابا بيضه زعما دايزه. انا نكذب عليها اصلا؟ انا راجعه للدار، فين عولت الديني؟ الفنان المغربي أيوب أبو النصر كرهت شخصية يوسف في مسلسل المكتوب. كتنزي عليا دابا ياك؟ لا ما كتنش عليك، فهمتك مزيان. مالك هين؟ دابا المطلون فيك. شو مالك هين؟ كيزالك المشاكل وحق الله. هين؟ عبر الممثل المغربي أيوب أبو النصر عن امتعاضه من تجسيد شخصية الشاب يوسف في مسلسل المكتوب، إحدى أكثر الأعمال مشاهدة في رمضان وفق أرقام القناة الثانية. وقال أيوب أبو النصر إنه لم يتفق مع تصرفات يوسف في المسلسل، مفيدا بالقول إنه أثناء مشاهدتي لهذا العمل شعرت بالاشمئزاز ولم أحب رؤية نفسي في هذا الدور. وأضاف أيوب خلال حضوره ضيفا على برنامج رشيد شو رفقة هند بن جبارة أن عندما رأى هذا العمل بأعين الجمهور اعتبر تصرفات يوسف تجاه بنت الشيخة غير لائقة. وتابع بالقول إنه بحكم أنه يعلم مصير يوسف يرى أنه كان عليه القيام ببعض الأمور قبل فوات الأوان، مضيفا أنه للأسف مثل شخصية يوسف موجودة في المجتمع. وحول سلبيات يوسف اعتبره بطل مسلسل المكتوب أنه شخص يبني قراراته بناء على كلام الآخرين ومتشبع بأحكام مسبقة منذ طفولته، مؤكدا أنه يحب هند ولا يكذب عليها. ويجسد أيوب أبو النصر دور الشاب يوسف وهو سائق تاكسي صغير ينحدر من أحد الأحياء الشعبية بالرباط، وتجمعه قصة حب بهند، إلا أن علاقتهما لم تستمر بسبب مهنة والدة حبيبته. وعالج مسلسل المكتوب واقع الشيخة وما تعيشه هي وابنتها وسط المجتمع بسبب مهنتها، وكيف استطاعت أن تثبت وجودها وسط انتقادات الناس والأحكام المسبقة التي تطالها. المكتوب هو من إخراج علاء كعبون وسيناريو فاتن اليوسفي، صورت أحداثه بمدينة الرباط ومن بطولة دنيا بوطازوت، مريم الزعيمي، أمين النجي، هند بن جبارة، أيوب أبو النصر، سلوان زرهان، رفيق بوبكر، سكينة درابيل وآخرين. يلا صيفط الميساج لماما قول لها غتباتي عاد صاحبتك. انا ما غنباتش عند صاحبتي، غنبات في الدار، جيت غير نشوفك ونرجع. عرفت اقول لها هكاك مالك تبقاي تخافي من امك؟ راه كبرتي زعما. ما كنخافش من امي يا يوسف، كنحترمها، نقول لها داكشي اللي كاين، ما كنكذبش عليها. هاك دابا بيضه زعما دايزه. ولاش غادي نكذب عليها اصلا؟ رجعي للدار، فين عولت الديني؟ غي خالد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.